توفي 5 أشخاص من عمال مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن اختناقا بغاز مشادر المنبعث من إحدى مضخات مياه المجاري الواقعة في حوش إدارة المرور في خور مكسر. مصدر في مؤسسة المياه أوضح أن العمال 5 ماتوا اختناقا أثناء قيامهم بإصلاح المضخة، وأرجع الحادث إلى عدم استعمال العمال لمعدات السلامة المهنية أثناء قيامهم بإصلاح المضخات والنزول إلى الغرف الممتلئة بالغازات السامة.